أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم. Thanks for watching. Viewers, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे स्टूडेंट फसीहुद्दीन गौरी ऑफिशियल इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. जज़ाकअल्लाह खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.